السلام عليكم. اليوم أنا في جولة جديدة في شوارع الجزائر، واليوم ننطلق الجولة هذه ننطلق من شارع بداية شارع دكتور سعدان، أو يعني الاسم القديم تاعه هو شارع لافوني باستور، نهج باستور. إذن رانا في شارع باستور أو شارع الدكتور سعدان هنايا، وهذا الشارع هو اللي يطلع التيليملي. كي نوصلوا هنا في نهاية الشارع هنا ندخلوا في التونيل دي فاك، نفق الجامعة تاع الجزائر. أو إذا درنا على اليمين نطلع باتجاه تيليملي، وهنا مرينا على قاعة عمر راسم، قاعة الفنون، العرض الفنون الجميلة. ومن جهة اليسار عندنا جامعة الجزائر لافاك سنترال، كان مشكل شوية هنا الشمس راهي مقابلة، لكن الصور واضحة يعني. وهنا ننطلق في اتجاه نفق الجامعة. سلام. هنا تقابلنا على اليمين نهج محمد الخامس، وعلى اليسار ندور باتجاه نهج ديدوش مراد. شوف حتى الناس هاني معلقين العلم الجزائري في الشرفات. إذن هنا رانا في شارع ديدوش مراد لينتهي في البريد المركزي، ومن بعد البريد المركزي عندنا شارع العربي بن مهيدي. إذن هنا على اليمين على اليسار عندنا الجامعة الجزائر، ونروح باتجاه شارع عميروش. نخلوكم مع الصور، وإذا كان فيه جديد نتدخل بالتعليق حسب الوضع. يعني مشكل كبير هنا في العاصمة تاع الجزائر هو مشكل حركة المرور. نلاحظ انها فيه معاناة، لكن احنا من ناحية احنا كمشاهدين نتمتع نشوف، يعني مش غير السيارات والمباني، نشوفوا الحياة الحركة الحياة اليومية نتاع السكان في العاصمة، نشوفوا الحركة نتاع المرورية.
شوف الناس كيفاش تتحرك، كيفاش فيه بعض المتعة عندما نشاهد المرور، حركة المرور نتاع المشاة، ونشوف يعني الشوارع كيفها الاتساع واسعة ما شاء الله. هنا دخلنا في شارع عميروش، وشارع عميروش هو من أكبر الشوارع في العاصمة، وشارع يعني ما شاء الله، ويعني في دايما قضية اتضاح الصورة، إنها مقابلة الشمس، غروب الشمس. رانا هنا، رانا بالعشية في يوم تاع أسبوع، يعني متزامن الوقت، متزامن مع خروج نتاع الناس من عملها. هي 4:05، 4:30، كتر يعني، راهي 5 فايتة، 5 فايتة. انا نشوف اشغال نتاع الترميم مازالها سارية، ورانا في وقت نتاع الزحمة، وقت نتاع الزحمة مرورية، رغم اني سرعت الفيديو شوية، سرعت الفيديو شوية، لان الحركة نتاع المرور نتاع الناس تبان شوية زاربة، كي شغل أفلام شارلي شابلين. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.